على مهر معين. لحظة شيخي لحظة. خير شو في يا ابني؟ اللي خربطها بالموضوع. خربطت شو عمي سعيد؟ أنا اللي بدي أتجوزها هي زهرية مو فتحية. مو هيك كان اتفاقنا ولا شو يا أبو سعيد؟ مزبوط مزبوط أبو حمدي. أرضى لك أرضى. ما برضى يا أبي ما برضى. أنا ما بدي فتحية. شو على كيفكم القصة؟ ما بدي. سلام عليكم. يا سعيد يا سعيد. شو يا أبو سعيد؟ أنت مو قايل له لابنك إنه بدك تخطب له بنتي فتحية؟ أنا قايل له إنه خطبت له بنتك. يعني مو قايل له إنه بنتي فتحية؟ بصراحة لا. أنا ما عاد لي مصلحة بهالجواز ابنك، لأنه أنت وابنك عم تلعبوا فيني وبناتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نلع من بيتي، يلا نلع. بسببك أنت مفسخت خطبتي. أنا؟ أنا كان أنا؟ شو دخلني أنا لك أختي؟ روحي الله لا يسامحك يا رب. الله يصلحه ويهدي لابنك سعيد. وطى راسي اليوم قدام الناس. يا أبي قسماً بالله العظيم ما كان قصدي إنه وطي راسك. أنا قصدي بس إنه متفق معك أتجوز صغيرة مو الكبيرة. شو رح تفرق معك؟ تفرق يا أبي. تفرق من السما للأرض. لا يا سعيد. أنا بفكرك فهيم كثير. إن شاء الله مفكر أبو حمدي يجوز صغيرة بل ما يجوز الكبيرة. روح يجوزها لحدا غيري معناته. إن شاء الله كمان مفكر إذا جوز الكبيرة رح يجوزك الصغيرة. لك عشو بده يجوزني؟ أخ لو تعرف شو بده يعمل. لا تقول لي يا أبي قصدك من شان السندات. لك يا ابني أبوك أصلاً راح يناسبه مشان يسكت عن المصاري اللي بدينه ياهن. بس يا مو أنا من الأصل قلت لكم ما بدي أخطب بنته لأب حمدي مشان هذا الموضوع. يقوم يبليني بالكبيرة هي ما بدي إياها منوب. أخ منك يا سعيد. أخ لو تعرف لو تعرف إذا تجوزت بنت أبو حمدي شو راح يصير. راح يسامحنا بالدين ولح يشغلك بالبوايكية وهذا إذا ما عطاك بيت. بس يا أبي أنا ما بدي أتجوز الكبيرة وما بدي مصاري وما بدي بوايكية وما بدي أشتغل معه. أبو سعيد أبو حمدي قدم هذه وصولات تؤكد أنه أنت متدين من أبو حمدي مبالغ كبيرة وذهب كتير. مزبوطات حضرتي باشي مزبوطات. يعني ليش أنت ما بيرجع له هذه المبالغ وهذا الذهب بوقت محدد؟ والله يا حضرة اليوزباشي أنا بدي رجع له المصاري، بس صار عندي مشكلة بالأرض، اضطريت أدفع المصاري اللي معي كلياتها، مو بس هيك، رجعت اتدينت منه ذهب مشان حل مشكلة الأرض ورجع. تمام، لكن أبو حمدي قدم في حضرتكم شكوات، أعطى أنت مهلة 2 يوم، إذا أنت ما بيقدم مصاري وذهب في وقت محدد بعد يومين بده يدكك في حبس. انا عفوا يعني اذا دكك في حبس انا مضطر اني حولك الى القلعه. في قلعه بيحكم حضرتكم نحن لا يدري. حضره اليوزباشي الله يخلي لي اياه. يعني يومين ما بكفوا ندف حالي. اب سعيد هنن 2 يوم مكتوب في شكوى، أنا لا أستطيع أن أغير هذا. أوعك ثم أوعك إنه هذا تفكير وساويس يخليك تفكر إنك تهرب. العناصر منتشرة في كل مداخل الهارون. بعرف حضرة يوزباشي. خلص يومين بإذن الله بأمن المصاري وبعطيهم. تمام يلا انصرف. خاطرك حضرة يوزباشي خاطرك. يا بي مشان الله بوس ايدك لا تجوزني فتحية. ما بدي اياها. خلاص ما بدك تجوز فتحية مثل ما بدك، بس اوعك حسك عينك تيجي تزورني بالسجن. مشان الله لا تحكي هيك يا بي. بوس ايدك. لك بتعرف انت اذا ما تجوزت فتحية شو بده يصير؟ رح عندك انا بالسجن ورح ينحجز على البيت ورح تضلوا برا انت وامك. خلاص يا أبي مثل ما بدك. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. بس دير بالك انتبه حسك عينك ترد بوشه شو ما بيقول لك. قل له أمرك.
انه هذا نطفة ابن حرام استنانا على نكشة. ماشي يا ابي ماشي امرك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا ابي. انا غلطت منك السماحة امي. الحق علي يا ابو حمدي، انا ما قلت له انه بنت بدي اخطب له. وانا بصراحة كنت مفكر انه فتحية اكبر مني بكثير، طلعت اكبر مني بس بسنتين، يعني ما بينحكى فيه. ماشي انا رح سامحك وجوزك بنتي. كتر خيرك عمي، ما بتقصير. بكره بتجيب الشيخ وبيكتب الكتاب وبتاخذها معك على الحارك وبتمشوا من دون لا عرس ولا غيره. انت بتأمر امر مثل ما بدك، بس من بعد اذنك عمي، شو منشان الشكوى؟ الشكوى رح اسحبها، وطول ما هي بنتي عايشه مدلله وبكرامتها عنكم بيضلوا الوصولات عندي بالحفظ والصوم. اما اذا بنتي اشتكت منكم الوصولات رح يتقدموا للكركون ومن دون مهله هالمره. لا يكون لك فكري، لا تعيش بنتك عنا احلى عيشه ولا لا يا سعيد؟ بلا يا ابي البلا، مثل ما بتقول انت، اللي بتقوله انت طاب. ماشي لنشوف. لا تزعل مني ابن عمي، انا ماني موافقه على اللي عملته. ليش بقى؟ لانه واضحه مثل عين الشمس، هن بدهم فتحية مشان الدين اللي عطيتهم اياه. منشان هيك انا دينته لابو سعيد وعرضت عليه انه يخطب بنتي فتحية لابنه. انت عملت هيك؟ لك ايه انا عملت هيك، لانه بنتك اذا بتضل 20 سنه كمان ما حدا رح يطلبها. شبنا ابن عمي، في بنات كتير كبار تجوزوا. بنتك ما حدا رح يطلبها لانه قليل التربايه ولسانها طويل وبترد جوابات، مو لانها كبرت. ايه معك حق، طالعه للمرحومه عمتها. ولو جوزناها كانت رجعت لنا مطلقه. اما هيك هلا لا سعيد ولا ابو سعيد بيسترجي يحكي معها كلمه وحده. اسمعي انت وياه، بتم ساكت بتعملوا حالكم مو دريانين ابدا، لو شغلتكم خدم عندها. شو عم تحكي يا بي؟ معلش تقبرني معلش. مثل ما سمعت، اياك ثم اياك تعمل عمله تخلي ابو حمدي يفك جنانه علينا، وقت حسابك عسير عندي. فهمت؟ يا امي صبور، الله يرضى عليك، الشغله بدها صبر. يا امو يا امو قسما بالله العظيم، ريحة طبخك واصلة لباب البيت، شو طبختين لنا؟ الأكلة اللي بتحبها، الملوخية والرز. يا سلام عليك، شلونك يا بي؟ أهلين، الله يرضى عليك يا سعيد. تقبرني؟ دهلة مرتك تتغدى معنا؟ لا يا أمو لا، ما بدي اندهلة ولا بدي أشوف وشها مقرعيت. روحي يا أمو. ولا أنا بدي أشوفك، وهلا دغري رايحة لعند أهلي، احكي كل شيء عم تعملوا فيني. لا يا بنتي، نحن شو عملنا لك؟ نحن عم نداريكي مثل العين الرمداني. كله منك انت، انت يا حربايه قاعده عم توزي براسه لسعيد حتى ما يجيب مني ولد. حسولك امي ما دخلها، انا ما بدي اجيب منك ولد لانك قليله ادب وقليله تربيه. هذا الحكي لي انا؟ ايه عليك. شو علي؟ انا رح اروح عند ابي احكي له هذا الحكي. لا طولي بالك يا بنتي، طولي بالك، الله يرضى عليك. كل اللي بيتجوزوا اول ما بيتجوزوا بيصير معهم مشاكل، معه بيتعودوا على بعض وبيصيروا مثل السمنه والعسل. ما هو طول ما انتوا قاعدين هيك كابسين على نفسنا منبدا يجي الخير. بس فهموني. لا انت صار بدك اصلا سالفه فيني يا ابو. لا لا خلص انت طولي بالك، طولي بالك وفوتي على غرفتك وما بيصير الا اللي بدك اياه. نشوف. سعيد امشي معي عاوزك كلمتين. يا بخليني فوت ربيها. امشي معي عاوزك كلمتين. يا ابي هي البنت اللي اسمها فتحيه ما عاد طيقه، ما عاد اتحملها من شان الله يا ابي. يا ابني يا سعد هدي، انا اصلا جبتك لهون مشان اقول لك انه خلاصك قرب منها. بصلاة محمد يا ابي. الشيء بالعادي انا ما اكون جدي يا سعيد، بس انا بدي اياك تصبر عليها شوي لحتى حقق اللي براسي. بصبر عليها بس اوعك يا ابي تكون عم تنيمني. ها لا لا يا سعيد، عم تتهم ابوك بالكذب
وحياة عيونك لجوزك ست الستات. من شان الله يا بي، من شان الله. سريع ما تقدر، رح اختنق، رح اختنق منه. بإذن الله ما بيصير إلا اللي بدك ياه وأحسن. بس أنت روح صبور عليها وسايرة وعمل حالك مو دريان بشي، وما بيصير إلا اللي بدك ياه. ماشي يا بي. فتحية! وليه فتحية؟ شبك نازل. فتحية ليه عم تجعي؟ ولك هلا بدي فرجيكي انا. ما تفوتي على غرفتك وتطبي غراضك مثل السجية، عم تسمعيني؟ انت طالع. طالع! يلا! يلا! العمل اللي فيها رجال وطلقني ابني اللي ما بيسوى، الله لا يوفقه ويكسر بخاطره. إلهي يا رب. شو رح تعمل يا رجال؟ ما عاد يطلع بيدي أعمل شي ابنه. لا يا بي، بيطلع بيدك تعمل؟ فيك تحبسه هو وأبويا، بيحبسه. أبو سعيد سد الدين اللي عليه بالكامل وما عاد فيني أضغط عليه. شو يعني؟ أنا خرب بيتي يا بي؟ أنت الحق عليكي. الحق عليها بشو يا رجال؟ لو كانت منيحة مع بيت أحماها كانوا حافظوا عليها، ما كانوا تدينوا مصاري لحتى يخلصوا منها. يا بي أنا ما حكيت شي. أنت لسانك صريط وما بتحترمي حدا، وكنتي تعاملي حماتك كأنه خدامة، ودايم الدوم صوتك طالع على جوزك وعلى عمك أبو سعيد. كذابين يا بي، كذابين. لا مو كذابين، الجيران هن اللي حكولي وسمعوني كلام ببخش البدن، يعني بالعلم نشرح، قالولي بنتك بلا ترباية.